السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، وهو تنظيف المحرك من الداخل، بمعنى ازاي نقوم بعملية تنظيف الاجزاء الداخلية للمحرك من غير ما نفتح المحرك ونحل المحرك، لا وهو راكب وهو ايه وهو داير. فزيت التزييت هو اهم عنصر في تنظيف المحرك من الداخل، لان من ضمن الاضافات هو إذابة الرواسب الكربونية من الاجزاء الداخلية للموتور، مثل المكابس والاسطوانات وغرف الاحتراق وعمود الكرنك والكارتير الزيت، فتعمل على انصهار الرواسب الكربونية وامزاجها مع الزيت والروائش المعدنية المعلقة بالزيت، كانت متضامنة مع الرواسب الكربونية او متحدة معاه، وتتحلل هذه الرواسب وتتعلق بالفلتر الزيت او مرشح الزيت. فنلاحظ ان يوجد زيوت غير مخصصة للمحركات، اي بتكون للتزييت العام، اي لا يوجد بها اضافات إذابة الكربون، مما يؤدي لتراكم الكربون على غرف الاحتراق والمكابس والاسطوانات وزيادة الخشونة اثناء حركة المكبس داخل الاسطوانة، مما يجعل تآكل الاجزاء الداخلية للمحرك. مشاكل ثانية، وهي عند شراء زيت التزييت يقول البائع امشي عليه 3000 كيلو، ونتفاجأ ان الزيت لا يصح ان نمشي به اكثر من 1000 كيلو. فماذا يحدث عند تلف الزيت؟ اولا، تأثير على جودة الزيت في إذابة الرواسب الكربونية هو ما يزيد هذه الرواسب في الأجزاء الداخلية للمحرك. ثانيا، تبخر الزيت من فتحة تهوية الزيت، ونلاحظ أن هناك رائحة زيت محروق. ثالثا، تلف المحرك وارتفاع درجة الحرارة، مما يتطلب الدخول في عمرة. فما حل هذه المشكلة؟ يجب أن نعرف من فترة تغيير الزيت، إذا كان عند 1000 أو 2000 أو 3000 حسب الشركة المصنعة. ما هو أفضل زيت تزييت؟ هناك زيوت لشركات عالمية معروفة للجميع، وتنتج زيوت بإضافات محسنة لمنع تراكم الكربون ومانع الرغوة ومانع الصدأ أو التأكسد الأجزاء الداخلية للمحرك. كل هذه الإضافات تحافظ على الموتور لأطول فترة ممكنة، وتعمل على إذابة الكربون من الاسطوانات ونقل الريش المعدني الى الفلتر بسرعة. مشاكل الفلتر: المرشح او الفلتر مهم جدا لتنظيف الزيت من الشوائب، فيجب ان نستخدم فلتر من نوع جيد الصناعة ومن الداخل به صمام امان. في حالة انسداده بفتح مسار الزيت دون الدخول على الفلتر. فما هي المشكلة في الفلتر؟ هي عدم تغيير الفلتر لعدة مرات من تغيير الزيت، ممكن أن تصل لخمس مرات. فنلاحظ هنا أن الزيت القديم الموجود في الفلتر وهو في حدود نصف لتر يعمل على تلف الزيت الجديد في وقت قصير جدا،
مما يفقد الزيت الجديد قدرته على غسيل المحرك وتنظيفه من الرواسب الكربونية وتلف الزيت، هنا يؤدي إلى احتراقه وتبخره، فينصح بتغيير الفلتر كل مرة نغير فيه الزيت ليعمل على تنظيف فوري للأجزاء المحرك الداخلية والحفاظ على الزيت لفترة زمنية وفق كتيب التعليمات للشركة المصنعة. الحل السريع لغسيل المحرك من الشوائب والرواسب الكربونية. الطريقة الأولى، نأتي بزيت تزييت محرك من شركة عالمية ذات كفاءة عالية، وإذا كان من نوع يتغير على 3000 نغيره على 1000، فهذا أفضل غسيل للأجزاء الداخلية لمحرك السيارة مع الحفاظ على الأجزاء المتحركة من التآكل والبري. فسوف نغير الزيت لفترة زمنية قصيرة مرة واحدة حتى يتم تنظيف المحرك. ثانيا، تغيير الفلتر كل مرة نغير فيها الزيت للحفاظ على الزيت الجديد بحالة جيدة لكي يقوم بعمله على أفضل وجه. ثالثا، نأتي من أي بنزينة بسائل إزالة الكربون وندعه في خزان البنزين الذي يقال عنه التانك ليعمل على إزالة الكربون من السلندرات وفوق البساتم وغرف الاحتراق ومن على البوجيهات والصمامات وخروجها عن طريق العادم والشكمان، أو اختلاط جزء من الرواسب الكربونية في الزيت التزييت، فيجب تغيير الزيت من بعد عملية هذه بفترة قصيرة حتى لا يتلف الزيت. رابعا، القيادة أو السواقة. في أثناء تنظيف المحرك في النقاط السابقة نقود السيارة بطريقة منظمة وسلسة في السواقة وعدم التعجيل السريع والضغط الكامل على الدواسة فجأة، بل نضغط تدريجي، وهذا لكي لا يتراكم كمية من الكربون الناتج عن الاحتراق في الأسطوانة، وبهذا سوف نحصل على محرك نظيف لأطول فترة ممكنة باتباع كل ما سبق. وأرجو الاشتراك في القناة، وفي النهاية أتمنى ليكم التوفيق والنجاح.